بنتكلم دايما عن تنشيط السياحة ودعم السياحة، واليومين دول انا سامع انه ان شاء الله روسيا هتستأنف رحلاتها الجوية بعد فترة انقطاع كبيرة. ربنا يسهل، وربنا مع كل من يعمل في قطاع السياحة ومع صناعة السياحة المصرية، لانها طبعا تشكل احد مصادر الدخل القومي الرئيسية لبلدنا. وفي الجانب الاخر لما بنتكلم عن دعم السياحة، في للأسف الشديد تعديات على بيوت أثرية زي بيت النشار اللي موجود في حي السبتية، واللي قرر أصحابه هدمه عشان يعملوا مشروع سكني مكان هذا البيت الأثري. عندنا تغطية في هذا الموضوع مع عبد الرحمن ياسين. تحف نادرة بجوار نوافذ خالية وبقايا حجارة متناثرة هو حال أحد البيوت الأثرية بمنطقة السبتية، والذي يمتد تاريخه لأكثر من 100 عام. عادل يسري عايش هذا المنزل برفقة والده لأكثر من 30 عاما قبل أن يبدأ أصحابه بالشروع في هدمه. البيت ده من 1891، مبني من 1891، كان بنينه ناس طلاينة. كان صاحب البيت كان اسمه اللواء كمال النشار، وورثه عنه كان برضو ابنه شريف النشار، ووالدي كان مستأجر أصلا في البيت وتوفى، وأنا كنت مكمل مكانه. احنا مأجرين ده، الكلام ده من سنين، يعني من حوالي أكتر من 30 سنة مثلا ممكن. يعني كانوا عايزين ياخدوا البيت ويهدوه ويبنوا حاجة تانية مكانه. يعني بعدها بفترة الأرض اتباعت لحد تاني اللي مشتري نفس الأرض اللي جنبها دي. بعد كده اكتشفت إن في حد نزل من المحافظة ومن الحي هنا عشان يتكلم يشوف موضوع البيت إيه. لقيت الموضوع نزل له قرار حاجة اسمها طراز معماري فريد، حاجة نزلت من هيئة التنسيق الحضاري. خطوات متتالية لوقف هدم هذا المنزل دون جدوى. استنيت لما اشوف الحكومة هتعمل ايه، ورفعت قضية وقدمت وقلت لهم يا ريت تسألوا عن الورق ده، موجود في هيئة التنسيق الحضاري، لان انا رحت وسألت عليه بس ما قدرتش استلمه لان انا مستأجر. قال لي لازم تكون مالك في البيت عشان تستلم الورق ده. خد براءة من القضية، انا معرفش ازاي هو واخد القطعة دي وواخد القطعة دي دلوقتي، وعايز ياخد اللي جنبيها واللي جنبيها، ويعني عايز ياخد شارع السبتية كله. انا ما عنديش مشكله في القصه دي كلها، بس على فكره هو ده اصلا ده حق البلد، ده اللي انا اعرفه. يعني البلد مش عارفه تجيب حقها، انا هعرف اجيب حقي. البيت ده لما وقع موظفين الحي كانوا واقفين في الشارع ده بقالهم ساعه مستنيين البيت لما يقع. يوم الاحد من كل اسبوع بات ينتظره اهالي السبتيه لمعرفه ما يحدث في هذا البيت. انا حضرتك انا عندي 36 سنه من اول ما اتولدت واتنشأت على السبتيه، وانا حضرتك شايف البيت ده زي ما هو، وبيت اسي لما اخذه كنا بنخش نلعب فيه. بيت زي ده المفروض ما يتهدش. بيت زي ده بيتهدي كل يوم حد، اشمعنى كل يوم حد؟ يعني مايه يتهدي يوم حد، مايه يشدوه بكلايكو يوم حد، مايه يروحوا مولعينه يوم حد، فاحنا مش عارفين في ايه بالظبط. الحاجات دي بتحصل كل يوم حد عشان السبتيه زي ما انت شايف يوم الحد بتبقى فاضيه، مفيش حد فيها. وبعت ناس قبل كده برضه متصوره على الكاميرات ان هو كان بيفك السقالات من جوه عشان البيت يقع. بيت يدمر حتى لا يصبح له اي قيمه جماليه تميزه عن غيره، وربما ينتهي من الوجود. عبد الرحمن ياسين، 90 دقيقة.